19 تفشى برشا بين الأندية التونسية، بين ترجي في الكلوب، في تقريبا بيج في الرجيش، يمكن المنستير كذلك. نحب نعرف موقف الجامعة، هل ينجم يأثر هذا على عودة البطولة؟ نعرف باش تكون في الشهر الجاي إن شاء الله، ينجم يأثر هذا على العودة ولا أستاذ؟ قبل كل شيء ساعة نحب نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين سواء في الميدان الرياضي أو خارج الميدان الرياضي. بالنسبة للجماعة التونسية لكرة القدم، كما قلت لك احنا له ننضوي تحت دولة ووزارة الصحة هي اللي عندها البروتوكول الصحي الخاص سواء بالرياضة أو بأي ميدان آخر. إلى حد هذا التاريخ ما عناش توصيات تخص أنه إيقاف المباريات أو شيء من هذا القبيل، لذلك أنه فما اللجنة الطبية للجامعة التونسية لكرة القدم هذا تنسق مع بقية الأندية باش تشوف العدد نتاع الإصابات هذه، وإذا كان تستوجب الأمر القيام بفحوصات إضافية. إلى حد هذا التاريخ ما فماش تغيير على التاريخ الأولي اللي حطيناه هو نهار 24 أكتوبر، وصح باش نتفاعلوا في الأيام القادمة مع تطور الحالة الصحية في تونس. وصلوكم مراسلات شوية من الأندية ولا بخصوص الموضوع هذا بخصوص التأجيل يمكن ولا لا؟ لا 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 ما فماش، احنا تو قاعدين ناخذوا في معناتها في من عند الانديه في الحاله الصحيه للاعبين بلوتو، مش فما حتى طلب وصل للجامعه التونسيه لكره القدم بخصوص تاجيل انطلاق البطوله. احنا قاعدين ساعين من جهتنا باش نتبعوا الامور الطبيه لحظه بلحظه ونسقوا في هذا الكل كما قلنا مع وزاره الصحه في البروتوكول المعتمد. وقت اللي جينا تعليمات بتغيير هذا البروتوكول نحن شفا معناتها نكونوا نتفاعلوا ايجابيا مع هذا. وفهم امكانيه تاخذوا اجراء وحدكم غير تعليمات ولا ديما تنضوي تحت لواء الدوله؟ معناها احنا كما قلنا ننضوي تحت لواء الدوله، كما في المرحله الاولى حابين نرجع في شهر جوان لكن ومي لكن الدوله ما سمحت لناش، كيف كيف احنا اي اجراء يخص الجانب الصحي فما معناتها جهه مركزيه قاعده تدير في هذا الموضوع سواء بالنسبه للرياضه او بالنسبه لاي ميدان اخر سواء المقاهي او المطاعم او دور المسرح، نتفاعلوا مع ما سيصلنا من توصيات بخصوص هذا الموضوع. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ. شكرا شكرا على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها. هكا نوصلوا لنهاية فير بلاي اليوم على المواضيع. كانوا معنا في الحصة نتاعنا اليوم كان معنا المحامي نبيل السبيعي يحكي على الشكوى اللي تقدم بها ضد قيس عطية رئيس فرع كرة اليد فترجي وزوج حكام في كرة اليد اسماعيل أبو علوشة وكذلك الخنيسي بعد تصريحات قيس عطية ضدهم وحول موضوع رشوة في كرة اليد. أيضا كان معنا بالتليفون نضال سعيد حكي على انتقاله للبطولة العراقية مع نادي أربيل العراقي. أيضا كان معنا سهيل الشاملي الدكتور والحكاية على كذلك وكذلك أمين موجود ناطق باسم الجامعة التونسية رئيس لجنة المسابقات في الجامعة، حكينا عن موضوع الكوفيد 19 وتفشيه بين الأندية في تونس ومدى تأثير هذا على إمكانية تأجيل البطولة. تقريبا حسب ما فهمنا لحد الآن فما شنية التأجيل سواء حسب ما أجلنا الأستاذ أمين موجو وإلا سهيل الشاملي، إن شاء الله البطولة باش ترجع في موعدها في نهاية شهر أكتوبر القادم. وكما كان معنا اللاعب ربيع أبو زيد لاعب نادي حملم في واحد المصابين بالكوفيد 19 طمنا على حالته الصحية. دونك غدوة الموعد في نفس التوقيت مع ساعتين إن شاء الله مع زميلي أنيس السحباني في فير بلاي أجمل أو قبل الأجمل. تحية الفدر الدريدي في الإعداد، أحمد أبو الخوجة في الإخراج وكذلك آدم اللي أمن لكم اللايف ستريمينج على الباج فيسبوك نتاعنا تلقاوها أكيد لي زانترفونسيون الكل تلقاوها مع الباج فيسبوك نتاعنا تنجموا تعاودوا تسمعوهم إذا كان فاتتكم حاجة. أجمل تحيات.